السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. العرب فيفا قطر 2021 من العاصمة القطرية الدوحة، وتحديدا في الملعب المونديالي استاد ثمامة، هنا في لقاء هذه الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة. أسود الأطلس وصقور الخضر وجها لوجه من خلال هذه الجولة الأخيرة. المنتخب المغربي الذي ضمن التأهل مسبقا برصيد 6 نقاط رائد هذه المجموعة بالنسبة لأسود الأطلس بعد انتصار على حساب الأردن وعلى حساب فلسطين، بينما الأخضر السعودي في هذه المواجهة يتواجد في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد خسارة أمام المنتخب الأردني أمام النشامة، ثم بعد ذلك التعادل من أمام المنتخب الفلسطيني. الكل في انتظار المجموعة أفضل من فارق أهداف المنتخب الفلسطيني. السيد أندريس ماتونتي الحكم الدولي باتجاه أمامنا، الرقم 8 أيمن يحاربي وكرة أولى قوية ومرور مفتيني. مفتيني لمسة في الجهة اليسرى طريق حمزة الموسى، كرة تبعد من جانب الدفاع، ثم بعد ذلك الاسترجاع من جانب إدريس فتوحي حكم المباراة على طول هنا أمامنا يشير إلى وجود صافرة وخطأ من خلال اللقطة. المنتخب المغربي حينما وصل وقاد فتوحي ممتازة، سفيان داخل منطقة الجزاء، لكن حمدان تمريرة بينية كرة إلى فراس، لكن خروج ممتازة كرة مغربية، سفيان رحيمي 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 خطيرة فرصة سقوط موجود، وحكم المباراة السيد مدافعين يرسل كرة عرضية، ولكن التغطية من مرة أخرى عن طريق إدريس فتوحي عرضية، ولكن خروج للمنتخب المغربي، تمريرة وكرة عند فوزير، عرضية إلى تركي العمار في نصف الملعب، استلام مع دوران. المباراة الأول دون أن نشاهد أهداف، لكن العمل ذلك تمريرة ثم كرة عرضية فارفراسية في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة الكرة الماضية من بريكان، تغطية موجودة من جانب الدفاع، ثم بعد ذلك حكم المباراة هنا أمامنا على طول يشير إلى وجود صافرة وخطأ من حكام النخبة على مستوى منطقة الجزاء. محاولة أمام منطقة في هذه الليلة بعد تأهل 7 منتخبات إلى دور ربع النهائي في راس بريكان، يحاول لكن سعود، لكن سعود عبد الحميد ينجح في التغطية وإبعاد الكرة الماضية. خطير جدا هذا سفيان، الضغط من جانبي إدريس فتوحي وكرة تعود مرة أخرى في وسط الملعب، حكم المباراة هنا مباشرة بعد ذلك يشير إلى وجود صافرة وخطأ. البواردي عالية للأمام في نصف الملعب للمنتخب المغربي، ثم بعد ذلك أيضا سقوط آخر، سقوط آخر القحطاني محمد، محمد القحطاني، ثم بعد ذلك خطأ. نشوف شابة رائعة يقدمها المنتخب لأسود الأطلس، عرضية لمنطقة الجزاء ويمنى النهيري، لكن التغطية موجودة، وبعد ذلك حكم المباراة هنا يشير إلى وجود خطأ. متعب الحربي ممتاز جدا في عمي يقود الهجمة المرتدة، وتدخل قوي كان موجود من جانبي فوزير، وحكم المباراة على طول هنا مباشرة يشير إلى وجود صافرة، إلى وجود خطأ. جاء سفيان رحيم يحاول، لكن التغطية ممتازة جدا من جانب علي مجرشي، بالقوة يتدخل على طول مجرشي. منطقة الجزاء جاءت العرضية والكرة القوية، المنتخب السعودي كرة عرضية إلى منطقة الجزاء، فراس لبريكان لبريكان لبريكان، محاولة موجودة والمتابعة من جانب سفيان بوفتينا، تركي العمار يرسل عرضية لمنطقة دقائق القادمة، كرة ترسل عرضية لمنطقة إدريس فتوحي يحاول فيها إدريس، تغطية موجودة من جانب الدفاع، ثم بعد ذلك سقوط موجود وحكم المباراة هنا في هذه اللحظات إذا يشير إلى وجود خطيرة جدا عند مجرشي، عرضية تأتي
ما زالت عند العمار يبحث عن المرور ولكن لا ينجح على طول الماضي. الأهلي السعودي كرة ترسل طويلة عالية للعمار ولكن عن طريق متعب يحاول متعب لكن محمد دانهيري بعد ذلك يسقط وحكم المباراة هنا يشير إلى وجود الجهة اليسرى الضغط العالي على حمل الكرة ثم كان تمريرة في الجهة اليمنى مجرشي ولكن شوف مريعة مغربية خطيرة محاولة فرصة ركلة جزاء البوارتي يقع في المحظور البركاوي جول الأسود هدف أول أسود الأطلس عن طريق كريم البركاوي من علامة الجزاء حطى على طول ووضع منتخب بلاده في المقدمة. كرة عن طريق الجهة اليمنى عرضية إدريس تبع كرة خاطئة من جانب عناصر المنتخبين ثم بعد ذلك حكم المباراة للأسود عن طريق الجهة اليمنى عرضية يبحث عن المرور أيمن في أقصى جهة اليمين تعود مغربية تعود الأسود من أجمل الأهداف في هذه البطولة. كرة تعود مرة أخرى ومحاولة عن طريق سفيان يمر يعدي سفيان لكن على طول التغطية بشكل ممتاز من مجرشي لكن حكم المباراة يشير إلى وجود خطأ مع بطاقة صفراء مع احتجاج مع غضب من جهة تعود مغربية يا له من ضغط ويا لها من رغبة كبيرة جدا العرضية الآن والمتابعة خلف هذه الكرة الثابتة تقدم الآن ولكنها ترك العمار من أمام فتوحي وجود دفاعي واضح يقدم إدريس فتوحي في الاسترجاع الكرات هنا من خلال هذه المواجهة وإصابة المباراة الثانية هنا في هذه المواجهة كرة بعد ذلك العمار لمسة العمار مرة أخرى العمار الحمدان يسقط وحكم المباراة يشير إلى وجود خطأ نعم الحمدان يسقط من المنتخبات المرشحة للفوز بهذه البطولة خاصة أيضا مع الاستقرار الموجود للسيد الحسين عموتة بطاقة كل مكان وتسديدة رحيمي أو إلى رحيمي يحاول رحيمي يضرب رحيمي تمريرة ممتازة المساوي حمزة والعرضية تغيير